الرحيم. انا دكتور طارق عمر، استاذ طب الاطفال كليه طب جامعه الاسكندريه، وتخصصي استشاري الامراض العصبيه في الاطفال. النهارده انا بتكلم مع حضراتكم بخصوص اضطراب معروف اللي هو اضطراب التوحد لدى الاطفال، وده بمناسبه اليوم العالمي للتوحد والبرنامج العالمي للتوعيه فيما يخص التوحد. طبعا اهتمامنا بالتوحد مهم جدا، لان معدلات التوحد بشكل عام بتتزايد على مستوى العالم كله، ومش معروف تزايد المعدلات دي سببه ان فعلا في زياده حقيقيه، ولا سببه ان اصبح في نوع من الوعي بشكل اكبر لدى الاطباء او لدى الامهات او لدى الاسر بشكل عام او لدى المتخصصين على اكتشاف الاطفال بشكل اكبر بكتير من اللي كان عليه قبل كده. يمكن اول حاجه بتخطر في بالنا فيما يخص التوحد، ايه هي اعراض التوحد؟ ايه اعراض التوحد اللي ممكن تكون موجوده عند اي طفل؟ الام ازاي تعرف ان طفلها عنده توحد؟ طبعا في كل ما ذكر على مستوى مواقع الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، دايما الناس بتتكلم على علامات عن سن سنتين وثلاث سنين. طبعا احنا كاطباء ومتخصصين بنعتبر ان السن ده متاخر جدا لاكتشاف طفل عنده توحد. علامات التوحد بتبقى موجوده من بدري قوي 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 قوي، حتى يمكن بتبقى موجوده في الشهور الاولى من عمر الطفل. من ضمن العلامات اللي ممكن الام انها تقلق منها انها لما تحس ان في الشهور الاولى، يعني بعد 6 شهور بعد 7 شهور، ان الطفل ده ما فيش اي وسيله تواصل صوتيه ما بينها وما بينه، يعني ما بيلغيش زي ما بنقول، ما بيضحكش، ما بيلغيش زي ما بنقول، او تحس ان هو نظراته زائغه، مش بيركز معاها او مش بيركز مع اللعب اللي هي بتحاول انها تلعبه بيها، او تلاقي ان سلوكياته ان هو عصبي زياده عن اللزوم، بيعيط كتير جدا جدا جدا، غير قابل للتهدئه باي شكل كان. طبعا احنا لما بنتكلم على هذه الاعراض بنتكلم على اعراض مستمره، يعني بتقعد اسابيع وشهور علشان نقدر نقول ان فعلا في مشكله من هذا القبيل. لو تطورت الامور بعد كده بتبتدي الام تكتشف ان الطفل مهاراته اللغويه مش ماشيه زي ما المفروض انها تكون، بتكتشف ان في تاخر في طريقه نطق الكلمات او في اللغه، او ان الطفل بيكتسب لغه غريبه، بيتكلم باسلوب مختلف عننا، او بيطلع اصوات ليس لها اي دلاله لغويه او كلاميه زي ما هو متعارف عليها. بتبتدي تظهر العلامات اللي بعد كده، زي من اكتر الحاجات اللي بتقلقنا ان الطفل ما يبصش في عينين اللي بيكلمه، ما بيعملش باي باي، ما يديش بوسه لما حد يديله بوسه، لما حد يشاور له ما يروحلوش، لما حد يناديه باسمه ما يستجبلوش. كل دي بتبقى علامات واضحه واحنا ما زلنا بنتكلم قبل سن سنتين او 3 سنين. تظهر بعد كده الحاجات الشهيره زي السلوكيات التكراريه او النمطيه، زي في بعض الاطفال مثلا بتنتبه عاده انها بتهز جسمها باستمرار، او تهز راسها، او تلعب بايديها وصوابعها بشكل معين، او تنشغل بانها تطفي وتولع زرار النور، او تنشغل بانها تقفز وتنط بشكل متكرر، او تلف حوالين نفسها، او تمسك اللعب وتحاول انها تلفها باستمرار. كل السلوكيات النمطيه دي بتبقى واضحه ابتداء من سن سنتين او 3 سنين. طبعا في اطفال ممكن تنتبهم هذه السلوكيات النمطيه في سن اصغر من كده، عشان كده بنقول احنا مش هنستنى سنتين او 3 سنين عشان نقول ان الطفل عنده توحد، احنا محتاجين نلقط العلامات التحذيريه او علامات الخطر زي ما بنقول، او العلامات الحمراء او الاعلام الحمراء الريد فلاجز بدري قوي قوي في السن ده. الناس لما بتشوف طفل عنده توحد بتبقى قلقانه جدا جدا منه، متوقعة ان الطفل اللي عنده توحد ده ممكن ينتابه سلوك ايذاء للاخرين. حقيقي ده ما بيحصلش، يعني طفل التوحد ما بينتابوش اي سلوك ايذاء للاخرين على الاطلاق، بالعكس هو بيلعب بشكل خاص بيه هو، ولعبه بشكل الخاص اللي يخصه هو بيخليه نقف احيان كثيرة جدا ممكن يبان انه معزول عن الناس اللي حواليه. عشان كده في ناس بتفتكر ان الطفل اللي عنده توحد عنده انطواء، لا هو ما عندوش انطواء ولا حاجة، هو كل ما هنالك ان هو عايز يتفاعل مع الناس اللي حواليه، مع المجتمع اللي حواليه بشكله الخاص بيه، باسلوبه الخاص بيه. سلوكيات الإيذاء فأغلبها بتبقى إيذاء للذات، يعني لما بنلاقي بقى الطفل سنه كبير ممكن ينتبه إيذاء لنفسه، يعني إن هو يعض إيديه باستمرار، إن يضرب نفسه باستمرار، إن يخبط راسه في الأرض باستمرار، كلها بتبقى سلوكيات إيذاء لنفسه وليست إيذاء للآخرين. عشان كده بشكل عام مفيش تصرفات ممكن
ينتهجها الطفل اللي عنده اوتيزم او اللي عنده توحد زي ما بيقول، ممكن انها تاذي الاخر.